عندما يحترمك التاريخ وترفعك الأرقام تكون مظلة التتويجات عنواناً لاسمك. أحسن مدرب في القارة الأفريقية لسنة 2019 جمال بالماضي. يخضع لك مجتمع الجلد المنفوخ احتراماً وتقديراً لكل خطوة خطيتها لنقش اسمك في سجلات تاريخ بلد، لا بل في سجلات القارة السمراء برمتها. البداية كانت في خريف 2018 حين لجأ الاتحاد الجزائري للاستنجاد بالابن البار جمال بالماضي، الذي حقق نجاحاً لم يكن يتوقعه أشد المتفائلين سوى بالماضي نفسه، فتحدى الجميع، قولوا ما شئتم، قولوا بأنني مجنون، وتجسد جنون ابن مدينة مستغانم على أرض الواقع في سهرة 19 جويليا عام 2019 بملعب القاهرة الدولي، رافعاً الكأس الإفريقية في يوم كان مقداره آلاف الأماني من شعب يتنفس كرة القدم. فتحقق الحلم بعد مرض عضال أصاب الكرة الجزائرية لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن، حتى أتى جمال بجمال الأخبار لشعب قلده وسام الاحترام والتقدير. لم يتوقف الحلم يوما ولم تتوقف معه النتائج، الأخبار السعيدة تتوالى مع كل لقاء يخوضه ثعالب الصحراء، فكانت النتيجة تحطيم الأرقام الإفريقية وإزاحة أباطرة اللعبة ب35 مباراة دون هزيمة، ليقارع الكبار قبل أن يتوقف حلم تحطيم رقم إيطاليا بانهزام لم يكن في الحسبان أمام منتخب غينيا الاستوائية في كان الكاميرون، الذي لم يسع طموح المحاربين ليصطدموا بواقع إفريقيا الحالك. جمال لم يلعن الظلام يوما، بل أشعل آلاف الشموع لذلك على أمل تواصل الحلم بداية من اللقاء القادم وتحسبا للمنافسات المقبلة.